أوقف الرئيس السيسي موكبه بعد رؤيته إحدى السيدات جالسة على الرصيف وأدار معها حوارا، كما وجه بتلبية كافة احتياجاتها. جاء ذلك عقب افتتاح الرئيس السيسي لمصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة أبو رواش. هنعمل كل حاجه. هنعمل كل حاجه. الشرف. كله منور بيك. منور بيك. والله منور بيك.